السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيوفي وأصب عليهم الموجودين معايا في الاستوديو. وكالعادة بصبح وبرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منورنا. أهلا بك يا إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب أيضا بالسيدة الفاضلة سيدة الأعمال البورسعيدية السيدة مدام سهير فاضل. أهلا بك يا مدام سهير، منوراني. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم، الله يخليك يا رب، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أعزائي المشاهدين، فتحنا معاكم ملف عايزين نوصل لنهايته. كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ملف كبير وخطير، محتاج عمق ومحتاج تفكير ومحتاج آراء ومحتاج برضو مشاركتكم معانا إن شاء الله. تقدروا تتواصلوا معانا على صفحاتنا عبر الفيسبوك، صفحة إبراهيم خلف الله على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو صفحة الشيخ أيمن المصري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كنا فتحنا في الحلقة الماضية وقلنا السحر والشعوذة، وكان الشيخ أيمن كلمنا وعرفنا الفرق ما بين العين والسحر. دي كانت في الحلقة الماضية. الحلقة دي هنقول السحر وأنواعه، وهنعرف داخل الحلقة كيف يصبح الساحر ساحر، والشيخ أيمن هيرد علينا وهيفهمنا الحتة دي. كمان هتعرفنا الدكتورة سهير لأصعب مواقف السحر وأغرب المواقف والقضايا اللي هي عصرتها، وإنها ست بورسعيدية وكانت في ست مجتمعية، يعني هتعرفنا إيه اللي حصل معاها إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، نبدأ حديثنا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على من علم الدنيا الرجولة، صلوا على من علم الدنيا الشهامة. وخلينا أبدأ مع الشيخ أيمن. شيخ أيمن، كيف يكون الساحر ساحر؟ ايه يعني اللي بيعمله عشان يكون ساحر، واول خطواته يعني؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، واخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم. طبعا احنا كلامنا في اللقاء الماضي عن السحر والمشعوذين والدجالين والعرافين، وقلنا ان السحر طبعا ده علم من علوم الله، أنزله لحكمة وحرمه لحكمة. السحر أستاذ إبراهيم مين اللي أنزله؟ الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى. زي أي شيء محرم، زي لحم الخنزير، زي الخمر، الميسر، فده علم من علوم الله أنزله لحكمة وحرمه لحكمة. تمام. ليه حكمة؟ ربنا سبحانه وتعالى أن يبتلي إنسان يرفع درجاته، أو واحد عليه ذنوب ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها له عن طريق الابتلاء اللي بيبتليه. والسحر طبعا زي ما عرفنا أن دي عزائم ورقي وطلاسم كده بيقولها الساحر، خد بالك، عشان هذا السحر بيمرض بيه فلان او يقتل بيه فلان او يفرق بين الرجل او المرء وزوجه. وزوج. طيب انت بقى حضرتك بتسالني ايه؟ ما هي؟ لا يعني الساحر كيف يكون ساحرا؟ الساحر يعني كيف يكون ساحرا؟ يكون ساحر ازاي يعني؟ طبعا قلنا ان الساحر كفر بالله. قولا واحدا يا شيخ ايمن. قولا واحدا. قولا واحدا. كفر بما أنزل على محمد، لأنه عمل أعمال شركية عشان يصل إلى السحر. تمام. يعمل إيه بقى عشان يبقى ساحر؟ أول التنازلات اللي بيقدمها الإنسان اللي عايز يبقى ساحر. ما هو خلي بالك، أول حاجة لازم نعرفها إن السحر ده علم. تمام. علم. ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني في علم اسمه علم السحر. في كتب يعني. تمام. كتب ومؤلفات، عايز أحضر جني كيف أحضر جنيا، كيف أكون ساحرا، كتب كثيرة. يعني مش هنعرف نقصره. فاول شيء ده علم بيتعلم. طب عشان يتعلم السحر لازم طبعا وهيحضر جنيه، طبعا دي الخطوه الثانيه. اول شيء ازاي بقى هيصبح ساحرا؟ اولا هيتخلى عن كل الاخلاقيات ويترك الصلاه، يترك اي اعمال فيها خير. وعشان يصل للسحر لازم يقدم تنازلات للجن، لان هو هيتعامل مع مين؟ لأنه هو علم الإنسي عايز يبقى ساحر. هيبقى ساحر إزاي؟ لازم أنا ياخد الصق أو العقد من كبير الجن أو المرضى
عشان يبقى ساحر وينضم، ده بيعمل معاه وثيق. يعني افهم يعني افهم من كده يا شيخ ايمن، قبل ما يسخر جان ليه يترك كل الفرائض اللي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصب الدين ويصب الاديان من غير ما حد يطلب منه؟ لسه هو لازم هو عشان يصل لهذه المرحله. هو واحد خالي قلبه، خالي من الذكر، خالي من كل شيء. هو واحد داخل عارف، هو داخل عشان يتنعم بامور دنيويه، تمام، وعنده الحاد كمان مش عايز اسمه اله او ما هو عايز يوصل لغرض ما، وفي بعضهم عايز يبقى ليه شهره او يتكسب ما كلها مال، ويفعل المحرمات، لان كده كده هيفعل المحرمات طبعا غصب عنه. فلازم يتجرد من الاخلاقيات، وهو بيبقى قاري طبعا، هو مطلع بقى. او مثلا لو واحد هيعلمه السحر هيقول له انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا، في واحد بيقرا زي الشيخ بيقرا، في شيخ بيتلقن، فهو بيتلقن من عن طريق ساحر زيه. هعمل ايه؟ هتعمل واحد اتنين تلاته اربعه، واخد بالك؟ وقبل ما يبقى ساحر بيقعد 40 يوم على جنابه، 40 يوم غير طاهر، ويقعد في مكان مظلم، اي مكان بقى، ويستحب الافضل يكون مكان بقى في صحراء، في مغاره، في بيت كده خارب خربان يعني، فيقولوا عليه بقى كده بالمثل الدارج البلدي كده ان هو قاعد عشان يخوي جن، الخلوه اللي بيقولوا عليها، او يخوي جن. ما هو لازم في حاجات هيعملها، مش هيجي له الجن كده على طول اول ما يطلبه، لا، ده في حاجات بيعملها، وهيقول طلاسم معينه، واخد بالك؟ او عشان يتعلم يوصل ان هو يبقى ايه، سحر. وبياخد وثيقه منهم، خلي بالك، عهد، وعد، عهد كده، ميثاق، بيكتبوا ان انت فلان وفلان هيبقى ساحر وتخلى عن اخلاقياته، واخد بالك؟ والورقه دي بيحتفظ بيها، خلي بالك، الساحر ده في مكان ما حدش يعرفه. يبقى ساحر ازاي بقى؟ هو خلاص قدم التنازلات، عارف هيقول ايه؟ غالبا طبعا في المكان اللي هو المتفرغ فيه، اللي هيحضر فيه، اللي هو قاعد فيه 40 يوم على جنابه، وطبعا واخد بالك بينتظر، وفي مكان مظلم مفيش نور الا نور بسيط جدا، شمعه. في اليوم بقى الموعود بعد 40 يوم بيرسم دايره ويقف كما ولدته امه، عريان تماما، ويعمل دايره هو في وسطها وماسك شمعتين، ويبتدي بقى يتكلم بالكلام اللي هو قرأه في الكتاب، او اللي علمه له الساحر اللي زيه، عشان يقوله، عشان يبتدي الجن ايه، يجي له. او لما الجن بيجي له بيفعل معه المحرمات اللي واط مع الجان والعياذ بالله. ما خلاص بقى داخل في مرحله، اول لما خلاص يبتدوا بقى يعملوا معاه حفله، كل الشياطين والمرضى، ما هو داخل انضم معهم جديد، وهياخد العقد اللي بينه وبينهم. فبيعملوا مع حفله ويحتفلوا الى قرب الفجر، واحتفالات بقى، ويعني حاجات يعني حاجات تغرب ربنا، يعني العفو والعافيه، يعني كل اشكال المعاصي وابليس كبيرهم لازم يبصق عليه. والبصقه دي بتيجي تعلم في اي مكان في جسمه، بتفضل دايما موجوده على جسم الساحر لغايه ما يموت. والدايره دي او البصقه دي بتفضل معلمه كده، كان جلده مات، تشكوا فيها ما يحسش. فدي علامه من علامات الساحر، الختم اللي هو في جسمه. اصبح دلوقتي بقى سحر مستعد بقى، هيبقى كبير الجان، اي عمل هيديله بقى زي اللغز اللي بينه وبينهم، اول لما تعوز جني تقول مثلا كذا، اللي هي الطلاسم اللي بنقول عليها، هنتكلم فيه، كلمات بتمتم بيها، اصبح الان هو جاهز للسحر. هنتكلم بقى فيه ده. مدام سهير، الشيخ ايمن بيقول كلام خطير جدا، يعني هو الجان ده يعني هو عالم زي عالمنا، يعني على ما اسمع انا ما شفتش جان قبل كده، وما احبش اشوفه ومش عايز اشوف. احسن برضه. هو الجان ده فاضي يعني كده لاي حد عايز يجيبه يجيبه؟ يعني مدى قناعتك بكلام الشيخ ايمن؟ يعني هو طبعا الشيخ ايمن كلامه يعني جزء كبير منه يعني على حد علمي صحيح، بس هو الجن دوت انواع، في جن وفي شيطان وفي ابليس. ده ابليس اختارهم طبعا، والشيطان في الجن بقى نفسه، يعني في مسلم وفي موحد بالله وفي مسيحي وفي درزي وفي يعني في ملل، تمام. فالجن دوت ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وانزل سورة الجن فيه، ورحمنا برحمته ان هو خلاه عالم خفي بالنسبة لنا، لان ده لو كانت حاجه ظاهره زي ايام سيدنا سليمان عليه السلام كان زماننا طبعا يعني
مش عارفين نعيش يعني، بقت حياتنا مرة وصعبة جدا. لا انا ما بنكرش الجان طبعا، وده ذكر في القرآن، انا ما بنكروش خالص يعني، لكن بسمع خرافات يعني، انت فاهمه ازاي؟ واحد حضر ما عرفش يصرف فالبيت وقع والحيطان وقع، الحاجات الغريبه دي. لكن حد شاف يعني، كلها خرافات من اسمعها. وعلى فكره من اجدادنا بقى يقول لك ده كان فيه وعمل وحضر الجان، والجان ما عرفش يصرفه فكسر عظمه وهد البيت وولع في مش عارفه ايه، الدنيا بقت حريقه. وهذا احنا بنسمع، لكن حد شاف يعني؟ حد لا، ما حدش شاف يعني، مش حاجه مرئيه. هو طبعا بقى يعني بقى موضوع ساير في بيوتنا كلنا، وفي المناطق الشعبيه خاصه. مش معنى كده ان الناس الراقيه ما بتعترفش بالجن او بالشيوخ والكلام ده، بالعكس ده يمكن اكتر من المناطق الشعبيه. الجن دون كل واحد دلوقتي عايز يعمل سبوبه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، يقول لك انا شيخ وحضرت جن وعليا جن، او متجوز عفريته من تحت الارض وهي اللي بتعمل لي وبتسوي لي والكلام ده كله. ده كذب وخزعبلات، لان ما فيش حد قدر يوصل للكلام بتاع زمان. الناس اللي هي بقى من 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 الاف السنين اللي كانت تعرف تحضر الجن والكلام ده كله. انا شايفه ان اللي موجودين دلوقتي على الساحه كلهم نصابين، وللاسف بعض القنوات الفضائيه بتطلع ناس دجالين ونصابين على الهوا، الناس تثق فيهم ثقه عمياء. ده التلفزيون جايبه بقى، يبقى ده الراجل ده محترم مش نصاب، وهو شيخ النصابين. بس يعني يا دكتوره انا اختلف بقى معاكي في كلمه صغيره يعني. من يطلق عليه شيخ يعني؟ اصلا ما فيش شيخ هيجي يقول لك انا بحضر وبعمل وبسوي. هو للاسف هم عروا الشيوخ يعني. والله بجد الا من رحم ربي طبعا. انا بس بستاذن مخرجنا جميل ينزل ارقام تليفونات القناه على الشاشه عشان نشرك الساده المشاهدين معانا. وانا هاخد من كلامك يا دكتوره يعني. شيخ ايمن، ما هي انواع السحر يعني؟ انواع السحر دي كتير. بس في حاجه لازم اسالها حضرتك ولازم الدكتوره تعرفها. اللي موجودين على الساحه دلوقتي، خلي بالك في فرق بين ساحر وفي بين اللي هم بيقولوا عليهم روحانيين. الروحانيين دولت لسه ايه؟ هقول لك انا. خلي بالك عشان الموضوع ده مهم جدا. في لبس كتير عند الناس. اللي هو روحاني ده اساسا برضك معاه جن. بس دول بقى دول لسه ايه؟ يعني واحد عنده شويه علم. طيب ناخد مداخله معانا، الاستاذه هاجر. اهلا بيك يا استاذه، اتفضلي. اهلا اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير. نتكلم النهاردة عن أنواع السحر والشعوذة والناس الدجالين والنصابين، ومجتمعنا فيه كتير طبعا، ولا يخفي عليك يعني الحاجات اللي بتحصل في بالذات في المناطق الشعبية. حتى مدام سهير معايا بتقول ده مش المناطق الشعبية بس، ده كمان المناطق الأوساط الراقية كمان، الفنانين والفنانات والحاجات دي. انت ايه رأيك في يعني في الموضوع اللي احنا فتحناه ده يا أستاذة هاجر؟ انا متابعاكم طبعا، وبصراحه الموضوع استفزني بصراحه جدا. هو شدك عشان الموضوع خافي يعني؟ هو طبعا موجود. طبعا موجود، ما نقدرش ننكره، والذكر في القران. بس طبعا في البدايه الدجال ده معناها اصلا كذاب، هو كذاب. ما هو الشيخ ايمن قال الجان كل كلامه كذب، يعني اساسه الكذب، يعني اساس الجان الكذب، صح كده يا شيخ ايمن؟ الاصل في الجن الكذب. والساحر ده كافر. كافر. اما الناس ده اللي بيروحوا يلجأوا لهم، انا بصراحه مش عارفه، ده اكيد ده طبعا غير ان هو ضعف ايمان، فده طبعا حقد وغل من جواهم ان هم يفكروا ان هم يروحوا يؤذوا بني ادم تاني عن طريق الحاجات دي. بس طبعا يعني ربنا يهديهم. ضعف ايمانهم وضعف قلوبهم دوت، ربنا يهديهم. يعني تقدري تقولي نصيحه كده للساده المشاهدين يعني، لو حد بيذهب لدجال او ساحر وهو فاكر ان هو شيخ يعني، عشان يعمل عمل بقى، عشان تخلف، عشان جوزها يحبها، عشان الحاجات اللي احنا شايفينها دي، تقدري تقولي لها ايه باختصار يعني؟ ربنا قال ان لا يمكن حد يعرف الغيب ولا حد يقدر لحد حاجه الا بامره. ما ينفعش نروح نسلم نفسنا للناس ديت، هم في الاول وفي الاخر نصابين. ان احنا بقى نصدقهم تجوز من الكبر. برافو عليكي يا هاجر. ده من البوميكات السبع ان احنا نصدقهم. اول حاجه فيهم الشرك بالله، وثانيهم السحر، لا يمكن نصدقهم. ده احنا مش هنصدقهم، ده احنا مش هنروح لهم خالص يعني. انا اعتقد كده ان الرساله وصلت، وبعد الحلقه دي ان شاء الله تكون الرساله وصلت كامله للساده المشاهدين.
انا بشكرك جدا يا استاذه هاجر. انا اعتقد ان الرساله بعد ما توصل ان شاء الله باذن الله ما حدش بقى هيفكر يروح لدجال وبتاع والكلام الفاضي ده يعني. نكمل بقى شيخ ايمن معذره يعني. لا ولا يهمك، انت عارف برنامجنا تحت امر الساده المشاهدين. ايوه والله الله يخليك. عايزين بس الحته دي نفهمها كويس. ما هو يعني ايه اروح لمين؟ ما فيش شيوخ برضك كويسين. هو انا لما اتعب وقرات على نفسي او قرات الرقايه الشرعيه اذكار ولسه برضك السحر اللي فيه اثر، بروح لمين؟ راجل من اهل السنه طبعا، اللي هو الشيخ بقى الحقيقي اللي هو يقرا على الرقيه عشان هو تقي ودايما اذكار صباح ومساء، يعني وصل من الايمان ما يعني بفضل الله يعني درجه حلوه. فده تاثيره بالقران بيكون اقوى على السحر. هي دي القضيه. لكن عايز اعرف لسه بقى طبعا هنتعرف ايه، اعرف ده دجال او ساحر ازاي، واعرف ان ده شيخ ازاي، ده هنعرفه. لكن دلوقتي انت عايز تعرف انواع السحر، وفي النقطه اللي اتكلمنا عليها اللي هم بقى طالعين من دول روحانيين عشان نجلب الحب اللي مش عارف مين، وارد المطلقه اللي مش عارف لمين. دول بقى استاذ ابراهيم ركز معايا عشان الموضوع مهم قوي. الجن في 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 ناس بتروح عايز تبقى سحر على طول، ده بقى لازم نعمل اعمال كفريه. في ناس ثانيه بقى بتخاف فبيبتدي تعمل مع الجن من بعيد، يجي يعالج الاول او بتاع، الجن يجي يقول له ايه او يجي يطلع جن من حاله يقول له انا ايه، انا اسلمت وهشتغل معك وهفيدك فين؟ في العلاج. هيفيده في العلاج بعد المداخله يا شيخ. ماشي. انت عارف مشاهدينا يعني. لا تحت امره. معانا الاستاذه هدى عبد المولى، اهلا بيك يا مدام هدى، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ ابراهيم عشان المشكله اللي حصلت دي ازمه اخلاق. طب ممكن بس تعلي صوت حضرتك شويه بس عشان نسمعك يعني. انا متزوجه من 16 سنه. تعرضت فيهم لكل انواع التعذيب والضرب انا وبناتي الاربعه. من مين يا فندم؟ من جوزي. زوجي. جوزي محمد علي عطيه. مدرس بالتجاره. كان بيضربني ويعذبني انا وبناتي، ودلوقتي هو اديله سنه وثمان شهور ممتنع عن نفقه الاولاد، ممتنع عن الجامعه. دي هنا البلد عندنا، انا من سوهاج، دي عندنا هنا. وضرب اخويا وعمل له عاهه مستديمه. انا مش قادره اخد اي حقوق منه، ومش قادره. بناتي الاثنين الكبار مش قادرين ادلهم ثلاث سنين يحصلوا على التعليم. انا بناسب وزير الداخليه ومدير طيب امن. طيب يا مدام هدى، دولتنا دولة مؤسسات، دولة تحترم الدستور وده تحترم القانون، تقدري تلجأي بقى للمركز اللي انت تابع ليه او اسم الشرطة اللي انت تابع ليها وتعملي المحاضر المطلوبة، وحد بقى يتبناها يعني من اهل سوهاج مثلا، السادة المحامين المحترمين، وانا اعلم الجماعة الصعيدة دول عندهم شهامة ورجول، حد يتبنى الحالة دي، سيبي رقمك في الكنترول وان شاء الله حد من المحامين المحترمين يتبنى لك هذه القضية يعني. يا شيخ ايمن نكمل بقى معلش. حلو. على فكره في بعض الشيوخ اللي هم بيبتدوا يخشوا موضوع العلاج، واللي منهم اللي هم الروحانيين برضك، في الاول عايز يعالج، لما يجي له جن يعرض عليه يقول له ده انا هساعدك عشان بقى يعرفه الحاله دي فيها ايه. ففي الاول ممكن يبقى ماشي كويس، لكن في الاصل زي ما قلنا في الجن الكذب. الجن اولا ربنا سبحانه اخبره في القران ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش بيجي لك مره واحده كده زبريم يقول لك اعمل كده، لا ده ممكن يقعد سنه سنتين ثلاثه ما عندوش مشكله عشان يوصل لك لحاجه هو عايزها معينه. فبيجي الاول للي هو الاخ الروحاني ان هو هقف معاك واساعدك واقول لك الحاله دي فيها ايه، اللي هو بيعرفه ماشي معاه في الاول كويس. بعد كده لازم بقى يقدم تنازلات، لما يبقى كل اعتماده على الجن ويترك اعتماده على الله هيبتدي هنا بقى اللعب. الجن يلعب بيه عشان اقول لك اعمل كذا، الله يفتح عليك. يبتدي بقى ينحرف، اعمل بقى شر، شغل بقى الدجل اللي احنا شايفينه على التلفزيون. ولازم يقدم تنازلات عشان يديني الجن يديله، ولو ما ادالوش التنازلات هيكذب عليه. يا شيخ ايمن احنا برنامجنا برنامج اسمه ازمه اخلاق، وما بنتكسفش وما بنخجلش لان الحاجات دي موجوده. انت قلت حاجه خطيره جدا الحلقه الماضيه، قلت تخيل ان الساحر الجان يطلب منه ان هو يزني في المحارم بتاعته. لازم طبعا. انت لسه مصمم على هذا الكلام؟ كل ما الساحر عايز يزيد في المطالب كل ما مطالب الكفر والشرك بتزيد. والعياذ طالب بالله. حاجه كبيره لازم ان يقدم تنازل كبير قدامها. لازم التوضؤ باللبن ولبس القران ودخوله بيه الحمام الساحر بيعمل وانا سمعت حاجه خطيره جدا، ده بيقول لك والعياذ بالله يعني ان هو بيكتب القران بس بالسائل المنوي، بيكتب القران بدم الحيض. ايوه
بيكتب القرآن بأي قذرات. واخد بالك ما في أنواع، لسه هنعرف أنواع السحر وإيه كتير. لكل واحد ليه شغل. وبعدين خلي بالك هو بيروح لما بيجي يتعلم السحر مش بيتعلمه من الجن المسلم، ما في جن مسلم، لكن بيتعلمه من الجن الكافر بقى اللي هو والجن زينا كده، في نصراني وفي مجوسي ويهودي وكتير، وفي مبتدعين هنعرف بعد اذن الشيخ ايمن. ابليس هو لحظة وبنات ابليس والقصه دي هم بقى اللي بيعلموا. معذره يا مدام سويد، معذره معنى مداخله. المهندسه فاطمه اهلا بيك يا باشمهندسه، اتفضلي. اهلا بحضرتك، منور، والضيوف كلهم منورين مع حضرتك. ربنا يبارك لك. اتفضلي يا استاذه يا مهندسه فاطمه، احنا النهارده فاتحين يعني انواع السحر بقى، لو حد لو في نوع جديد عندك ممكن تضيفوه لنا يعني. اولا بحب اشكركم على فكره البرنامج، هايله بصراحه، وبتمس الحلقات كلها البيوت المصريه، يعني كانكم بتتكلموا عن الحاجات اللي تبقى شغله المصريين. تاني حاجه يعني هو المفروض الواحد يعني يتجه لربنا في المواضيع دي، يعني يبقى مركز مش مع الناس، ملتزم بالصلاة، ملتزم بالأذكار، الحاجات اللي بتحمي الواحد من الحسد والسحر والحاجات دي. تصدق يا باش مهندسة، يعني أنا جالي على صفحة البرنامج يعني أو على صفحتي في واحدة بتقول لي أنا رحت الشيخ يعني أو الدجال يعني، فدفعت له 500 جنيه، قالت له أنا عايزة أكون حلوة في نظر زوجي، وأنا معرفش يعني دفعت له 500 جنيه. أنا كان يعني تقولي لها إيه دي يا باش مهندسة؟ لا هو بدل عامة يعني ما بيوصلش الحاجة، بيضحك على الناس، بيستفز عقول الناس، الناس المثقفة، الناس اللي قريبة من ربنا وعارفة ربنا ما بتفكرش بالطريقة دي خالص، بس في ناس كتير بيبقى مضحوك عليهم فعلا وبيتجهوا للدجالين والمشعوذين، دول بقى المفروض يعني ربنا معاهم ويتوب عليهم اللي بيعملوه بصراحة. أنا كرد ليها بقى يا باشمهندسة، قلت لها يعني 500 جنيه كنت رحت جبت شوية بيرفن، جبتي عباية جديدة، حاجة كويسة تلبسيها، ما هو جوزها برضو معذور، ما هو شايف عسكري مرور داخل عليه يعني، كانت أولى يعني إن هي تدفع 500 جنيه في حاجات تانية يعني. لا والله يعني هو يعني أنا شايفة إن الاتجاه للدجالين والمشعوذين ده نقص إيمان. طب هو منتشر هو منتشر في منطقتك؟ لا خالص يعني. لا لا خالص. أنا بشكرك طبعا باشمهندسة فاطمة، شكرا جزيلا لمداخلتك يا فندم. دكتورة سهير، يعني انت عصرتي حالة كانت مسحورة، ويمكن اغرب حاجة يعني انا عارف ان انت ست مجتمعية وكانت سيدات كتير بتلجأ لك وتحكي مشاكلها، وانا عارف طبعا قدرك في بورسعيد طبعا، يعني لو في حاجة غريبة جدا في الموضوع ده ممكن تحكي لنا عليها يعني. والله هو طبعا يعني احنا بقى ما بنقعد بقى كأصدقاء وستات مع بعض، فكل واحدة بقى تضحك عليها من روحاني او دجال او مشعوذ اكيد بتحكي يعني القصة. وفي بنت صديقة ليا حكيت لي طبعا قصة حصلت لها، لان هي عندها مشاكل، هي اساسا عندها مشاكل نفسية، لكن هي بقى جواها حاسه ان دي مش مشاكل نفسيه، لا دي مشاكل حد عامل لي عمل، حد مش عارفه ايه، فراحت لاحد الدجالين طبعا. طيب ناجل القصه دي بعد المداخله. خلاص اوكي. انت عارفه ان برنامجنا ده تحت امر الساده المشاهدين. تحت امر الساده المشاهدين. ام يوسف اهلا بيكي في برنامجنا. الله يخليكي، الله يكرمك. علي صوتك يا فندم بعد اذنك. عايز اسالك على تاثير الجان على الانسان، يعني احنا يعني تاثيره ايه مثلا، مدى تاثيره ايه؟ تأثير الجان على الإنسان. أنا وزوجي بقى لنا 10 سنين متجوزين، قال لي يعني أول ما خطبتي كنت شايفك، أول مقابلة لينا كان شايفني شكل غريب، سمرة قوي ومش عارف إيه، وبعد كده المنظر يعني بقى يصلي وبعد كده شافني طبيعية، بس برضه بتحصل مشاكل يعني دايما يفتكرها لي، يقول لي أنا أول مرة شفتك بشكل غريب ومش عارف تفكير ده إيه، ودايما بينا مشاكل في شغله مش مستقر الفترة الأخيرة، فمش عارفة ده إيه. يعني هو اول ما خطبك شافك سمراء اللون يعني؟ ايوه شافني بشكل غريب، بس احنا صعيده، فهو قال لي انا اتحملت وروحت واشتغلت يعني في مصر وكده، وبعد كده رجع بيقول لي ايه شفتك كويسه بعد كده، بس مش عارفه ده تفكيره ايه يعني. مشكلتك بسيطة خالص يعني، ده في مشاكل بتقابل يعني الشيخ أيمن يعني. هو شافها سمرة وبعدين بيضت يعني. السمر نص الجمال. أنا بحييكي طبعا أم يوسف، شكرا لمداخلتك. نكمل بقى يا دكتورة. أغرب قضية قابلتك مسحورة، حد مسحور كده
لا هو انا من وجهة نظري ان هي ما كانتش مسحورة ولا حاجة، بس هي اتعرضت على دجال ومشعوذ. طبعا اقنعها ان انا راجل عندي علم ومعايا جنية تحت الارض متجوزها، وهي هتحل لك مشاكلك كلها. وبعدين كانت مامتها معاها، فقال لها بعد اذنك اخرجي بره علشان انا لازم الحالة تبقى لوحدها معايا. فطبعا كست بقى بسيطة ومش فاهمة وعايزة بنتها بقى تتجوز والعمل اللي معمول لها يتفك والأفلام دي، فخرجت بره وسابتها. فهو قال لها طبعا العمل اللي معمول لك سفلي يا بنتي ومش هيتفك ولا يتحل إلا سفلي. فطبعا هي برضو مش عارفة ترد، عيلة يعني عندها 22 سنة ومش عارفة ترد عليه. وسفلي يعني ايه يا دكتورة؟ يعني سفلي يعني معمول بالحيوانات المنوية والنجاسة بتاعت الست والراجل. ومن وقحته كمان قال لها انا علشان افكلك لازم يحصل جماع ما بيني وما بينك واخد الحاجات دي. فطبعا البنت رفضت وكده وقالت له انا لا مش عايزه افك بقى خلاص وكده. فقال لها لا انت مش هتطلعي من هنا، انت ممكن تقولي ده انا بقى ممكن اسخطك واعمل فيكي واخليكي شكلك وحش ومفيش عرسان تجيلك والكلام ده كله. في الاخر هي خافت، قال لها طب خلاص انا مش هعمل حاجه، بس انا هكتب على لازم اكتب على اوراقك وحاجات كده انا اللي هتصرف، انا مالكيش دعوه. ما تفهمش بقى يعني نيمها عمل ايه، يعني ممكن يكون هو مشعوذ بس ليه بقى في علم المغناطيس او حاجة. وطبعا اتفاجأت بحاجات مش كويسة حصلت وما قدرتش تقول ولا لامها ولا لحد، وحكت معايا. قلت لها خلاص يعني اقفلي بقى الموضوع ده وما تتكلميش فيه مع حد لان انت هتسوقي سمعتك. وكمان اخد 4000 جنيه كمان، خد فلوس. يعني بص بقى الناس وصلت وصل بيها الجهل مع الدجالين او الروحانيين او المشعوذين لايه. وده السبب برضو، وانا مصره ان بيرجع للقنوات الفضائيه اللي بتستضيف ناس ما عندهاش ضمير وبيحطوا ارقامهم، والناس بقى بتثق بقى ثقه عمياء بقى لا ده الشيخ ده نازل في القناه الفلانيه وانا كده لازم اوصل له باي طريقه. يضحك عليها وياخد فلوس ويسوق سمعتها، وكمان ممكن يبتزها بعد كده. يعني هي ما تضمنش ايه اللي ممكن يكون صوره وهي قاعده معاه في غيبوبه، ما هيش داريه بالدنيا. فانا بنصح كل واحده ما تروحش لدجال ولا مشعوذ، يعني ما فيش احسن من القران. يعني انا رايي انها تروح لراجل مقرئ، وكمان فين يعني في مسجد، في مسجد من المساجد اللي هي المشهورة عندنا اللي احنا بنحب نزورها وفيها روحانيات زي السيدة نفيسة، السيدة عائشة، الحاجات الجميلة دي، سيدنا الحسين، وتجيب شيخ يقرأ لها الرؤية الشرعية. الشيوخ موجودين في كل مكان والناس الصالحة كتير على فكرة، بس احنا طبعاً بس طبعاً. هما لما بيجوا يتجهوا بقى هو عايز يعني يخلص من الموضوع، فبيقابل أي حد يسلم له نفسه أو تسلم لها نفسها. ودي احنا قلنا للساده المشاهدين بيلعبوا بدماغ الناس، وقلنا لكم في الحلقه الماضيه، قلنا لكم اي شيخ بقى بالقران بالسنه ما تسيبش محارمك معاه، يقول لك هفك هعمل، لا يا سيدي انا لا عايزك تفك ولا عايزك تسيبها كده زي ما هي. معانا كريم الغربيه، اهلا بيك يا استاذ كريم، اتفضل. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الشيخ ايمن، اهلا، صباح الخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ، كل سنه وانت طيب يا شيخ. الراجل بيقول لك كل سنه طيب يا شيخ. وعليكم السلام حبيبي، ازيك؟ لكن انا من نوع الشيخ اللي انا ببص على الناس الراحه واللي جايه وساعات بقعد اقلد وكده، فيعني ايه فده عيب فيا، فانا مش عارف. كمل كمل. وصليت يومين ها؟ وكمان يعني كمان وبعد كده بطلت يا شيخ. يعني رسالتك وصلت يا استاذ كريم ان شاء الله للشيخ ايمن يرد عليك. هو بيقول يا شيخ ايمن ان هو يعني عنده حاجه مش قادر يتحكم فيها، يعني في الطرقات يعني يبص للناس ويتريق عليهم، واخد بال حضرتك؟ صلى يومين وانقطع يعني، وانا يعني من صوته تفهم ان الحاجات دي بيعملها غصب عنه يعني. والله هو عشان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ف ده مرض برضك من ضمن الامراض. فهو يرجع الى الله ودايما يقف مع ناس صالحين.
ما بلاش شله السوق اللي هم دايما واخدين ان هو يهزر ويستهزئ بالناس. ابعد عنهم واتبع صحبه طيبه، عشان طول ما انت معاهم حتى لو قلت لفظ او اي كلمه هم هيردوه يرجعوه للصلاه. اه طبعا طبعا طبعا، الصلاه والذكر هو ده اللي بيعدل من الانسان. المرء على دين خليله يعني. بالظبط. بلاش يعني، بلاش يا كريم يعني تقف مع الشله دي يعني، غير الناس اللي انت واقف معاهم يعني. روح المسجد، ما اعتقدش ان حد هيقدر يخرجك من المسجد خالص، لا جن بقى ولا ابو الجن نفسه. شكرا يا كريم. شيخ ايمن، انواع السحر بقى. انواع السحر في انواع كتير طبعا، في سحر التفريق، في سحر التخييل، في سحر المرض، في سحر الجنون. نفصل ولا نعدي؟ هنقول انواع السحر لا بعد المداخله. حاجات للناس يا شيخ ايمن عشان الناس تبقى فاهمه. اللي انتوا عايزينه. معانا مين؟ معانا مين؟ اهلا ام احمد من اسكندريه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي ضيوفك الكرام. ربنا يخليك، اتفضلي. الموضوع الجميل اللي انتوا بتتكلموا فيه اللي الناس كتير مأذيه منه بصراحه يعني. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا بس عاوزه اسال الشيخ سؤال. انا ابني كان نايم مره، وبعدين بصيت لقيته ونيمته بنايم على القران وكده، فجاه لقيته بيضحك ضحك جامد قوي. بقول له انت بتضحك ليه يا حبيبي؟ في انا اتفزحت لاني فجاه لقيته بيضحك، وكان لسه في اول نومه. قلت له بتضحك ليه؟ قال لي لا خلاص خلاص مفيش حاجه. قلت له ليه؟ قال لي في عمه كان بيزغزغني يعني بيمتحت بطاطه كده، وطلع جري وراح ليام الشباك. طلع جري وراح ليام الشباك كده. انا مش عارفه هل ده ممكن يكون سحر، او في ناس تقول لي ده ملائكه بتضحكه، ومش عارفه. هو بقول انا شفت هو سنه كام سنه يا ام كريم؟ هو سنه كام سنه؟ هو دلوقتي حاليا هو بقى له 3 سنين الموضوع ده. هو لا لما ضحك وشفتيه بيضحك كان عنده كام سنه؟ كان عنده حوالي 5.5. 5.5 كده؟ اه حوالي 5.5 يعني كده، حاجه زي كده. انا مش فاكره بس هو في السن دي كده يعني. شكرا ام كريم، شكرا لمداخلتك. معانا ام عبد الله، اتفضلي من القاهره. ايوه السلام عليكم. من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص وكلميني من التليفون وسريعا ارجوكي. حضرتك، انا ليا اخت كانت تعبانه. انا بسلم على كل المجهودين الاول. بيسلموا عليك، اتفضلي خشي في الموضوع، في ناس كتير هتتصل بعد. دخلت اختي تعبت، اختي تعبت تعبت جامد، فبنبص لجناها معرفش ايه يعني، بتهبل بتعمل حركات مش مظبوطه، هي معرفش فيه ايه. المهم بابا جاب حد في البيت ليها، والراجل قال ايه، لا ده هي دي مرض نفسي، وجابوا حد تاني قال لا ده عليها مش عارفه جن ايه. هو مين بقى اللي حدد بقى وقال لك ده مرض نفسي يعني؟ اي حد ماشي في الشارع كده فشافها قال ده مرض نفسي؟ لا، هم بابايا جاب شيخ من المسجد عندنا. فالشيخ جار عليها لقاها الحمد لله كانت كويسه بتقرا قران وكل حاجه وحافظه قران، فهو هو بيقرا، فلقاها بتستجيب معاه بتقرا زيه. وهي بتصلي تمام، قال لها يعني لو عايز تتوضي دلوقتي وقلت لك اتوضي وتتوضي وتصلي، قالت له اه اتوضى واصلي. فهو قال يا جماعه هي تعبانه تعب نفسي، لو هي عليها جن هي لا هتقرا قران ولا هتصلي ولا هتعمل الكلام ده. انا ما اعتقدش الكلام ده، بس الشيخ ايمن هيرد عليك. شكرا ام عبد الله لمداخلتك. شيخ ايمن، سريعا وهنبقى نرد على الساده المشاهدين برضو في اسئلتهم يعني. اتفضل. انواع السحر. اول سحر سحر التفريق. التفريق وده الاكثر انتشارا وده الاقوى، ده اكثر حاجه منتشر، اكثر حاجه منتشر. احنا قلنا الغرض ايه؟ ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. زي ما قلنا احنا افضل حاجه عند ابليس واعوانه ان هو يفرق بين الرجل وزوجته. ده اكثر السحر انتشار، اللي هو سحر التفريق. في سحر التخييل اللي هو بيبقى نظام تخييل، الساحر اللي هو بيطلب من طبعا من الجني هيتمركز على مكان معين، بيخيل له اشياء، يشوف اي حاجه، خيالات، يشوف حاجات. ايه يا عم انت بتبص على ايه؟ ده انا في حاجه كانت واقفه هنا. تخييل بيخيل له. اعتقد سحر التخييل ده يا شيخ ايمن اللي بيستعملوه بعض النصابين للبحث عن الاثار والكلام اللي هو اللي ماشيين في الطريقه دي يعني. بص كل حاجه يخيل له بقى ان دي ذهب وما تطلعش، لا الكلام ده موجود. طب سيدنا موسى يخير اليه من سحرهم انها تسعى.
هو هي حبال فعلا بس بيخلوا بيحولوا اعين الناس باكنها هي فعلا اللي هي حاجه بعد اذنك يا شيخ اسمها سميه العيون دي يحط لك تمثال كده يكون مضروب ويقول لك ده ذهب وانت تبص تلاقيه ذهب ده حاجه اسمها سميه العيون هو التخيل اسمه سحر التخيل عايزك بقى حضرتك تعرف الناس اللي يعني عشان في ناس كتير بيتنصب عليها بعد اذنك استاذ ابراهيم اتفضلي بيتنصب عليها كتير جدا من الناس اللي هي بتروح بقى كمشايخ ودجالين ويقولوا للناس اه ده المكان ده فيه ويخليه يشوف ديك واقف ويقول له ده الحارس بتاع المكان يلا هات لي 100,000 جنيه بتنرفز انا قوي وبزعل لما تطلق عليهم مشايخ اسمعيني وحتى لو المكان ده فيه اثار الاثار دي ملك البلد ملك الحكومه فاللي هيبحث عنها نصب وطمع وخائن لبلده بالظبط ما هو الشيخ خالص ده شغل الدوله بقى معاهم احنا بنتكلم يعني على المشعوذ او الدجال اللي بيروح يضحك على الناس بالتخيلات دي ويصدقوا بقى ما هم خلاص شافوا خيالات قدامهم وشافوا حاجات فيدفعوا له فلوس ويقول لهم طيب اعملوا هنا كذا عبال ما اروح مشوار تاني واجي لكم ويفضل يستنزف في الناس سمعت بقى يا شيخ ايمن حته زي الدكتوره كده ما بتقول واحد راح جاب شويه بخور كده من اي مكان يعني وكان رخيص جدا وقال لهم الجرام ب 1500 جنيه عايزين كام جرام عايزين 20 جرام خد منهم 30,000 جنيه وراح جابهم في قرطاس كده حتى الورقه اللي ملفوفه بيها شويه البخور دول والله ما توحي ان هو لاقيهم في الشارع يعني بص يا ابراهيم اتفضل طبعا انا ما بقللش قدر اي حد فيكم ولا انت ولا الدكتور ولا اي اتفضل بس بفضل الله دي دراستي عشان انا في حاجات ممكن اعديها المشاهدين يقعدوا يقولوا انت بتقول على اشياء والدكتوره تقول لك اللي عايز يروح يروح مش عارف الحسين وكل الاماكن دي طبعا على دماغنا مسجد الحسين وغيره بس انا بتكلم كاهل سنه عشان يا جماعه في بدع في طرق مبتدعه انا اروح لاي واحد طقي ماليش دعوه بقى في مسجد الحسين اي مسجد ما احنا جايبينك عشان كده يا شيخ ما انا بتكلم امال يعني القناه جايباك ليه يعني عشان تفهمنا برضو في يعني في يعني مش عايزين نزعل لا لا بعد اذنك يا شيخ ايمن وانا لما بقول للناس تروح سيدنا الحسين لمقرئ هناك يقرا لهم اشمعنى الحسين انا ما بقولش سيدنا الحسين بس بقول كل بيوت الله حلوه وجميله وعلى راسنا ماشي ما انا هقول لحضرتك ما هي دي اماكن معلش اهل البيت مالهم بقى ومال اهل البيت على دماغنا اهل البيت دي اماكن مبروكه ومصر نفسها مبروكه بيهم على فكره يا ستي مبروكه بيهم ازاي دولت اهل بيت رضي الله عنهم لا هم هينفعوا ولا هيضروا ما هم مش هينفعوا ولا هيضروا وانا اعتقد يا دكتور لكن مصر محروسه باهل البيت طبعا دي حاجه كل الناس عارفاها يا شيخ اهل البيت ما احنا دلوقتي ايه قضيتنا مع اهل البيت انا بقول لك يعني اقصد ان استحاله الازهر هيحط مشايخ دجاله ولا نصابه في المساجد دي لا 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 هي كانت تقصد لا لا لحظه بقى يا شيخ ايمن لا هي يا سيدي اي مسجد بس المساجد دي برضو بتبقى محببه اكتر الشيخ ايمن فهم منك ان الناس بتسعى لاولياء الله الصالحين دول لا طبعا لا دعاء بيهم. الا بالله سبحانه وتعالى وبصي بقى يعني لا يشد الرحال الا لثلاث يعني بعد كده هقول لك بس بعد الاتصال ان شاء الله معانا محمد بن اسيوط اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا بحضرتك علي صوتك شويه مع حضرتك يا فندم اتفضل علي صوتك برحب بيك وبرحب بضيوف الكرام يا فندم يا اهلا وسهلا ازي حضرتك ازي حضرتك يا فندم كنت عايز اسال الشيخ ايمن بس كنت عايز اسال الشيخ ايمن لو في واحد مثلا متجوز ومره واحده مثلا دلوقتي بقى له حوالي 12 سنه متجوز ساب مراته عايز يسيبها وعايز يتجوز فيعني دلوقتي بدون ممكن يكون معمول عمل او حاجه زي دي فانا لو اتجهت في الطريق دي وحبيت مثلا اشوف او اروح للشيخ وكده يبقى انا كده حرام عليا ولا ايه بالظبط انت سمعت منه كويس يا شيخ ايمن ما احنا كمان نقول بقى احنا ان شاء الله لينا لسه احنا الموضوع السحر اللي معانا كذا حلقه طب ماشي معانا مسامح من القاهره اهلا بيك يا مسامح اتفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك يا شيخ انا عندي اخويا قاعد لوحده في البيت ولا بيكلم حد ولا حد بيكلمه ولا عايز يكلم حد حتى والدتي ما بيكلمهاش يشوفها يغير وشه قاعد في بيت في الغيطان كده في طنطا مع نفسه وبيصلي من غير وضوء وشيخ ويبان ان هو طيب بس عليه حركات احنا مش فاهمينها ونبقى قاعدين ونحس ان حركات اعضائه بتتحرك وهو قاعد معانا فاحنا مش عارفين هل هو ده ايه بقى له اكتر من 10 سنين قاعد لوحده
وطريقنا كلنا تحبش حد، حتى والدتي ما بيحبهاش. شكرا مسامح، رسالتك وصلت. دخل برضه في بندة اللي هو من قعدته الواحده في الوحده ديت، تبقى مشكله كبيره. هو تقريبا برضه خاوي جن، وهو بيامره ان هو يتوضى يصلي بدون وضوء يعني. ما يعني حاولوا ان ده يعني تشوف حد بقى من اهل القران واهل السنه، اهل المهم المعالجين بالقران يعني، ان شاء الله يمكن يبقى ليه حل. انا لما فتحت الملف ده يا شيخ ايمن ما كنتش فاكر يعني ان الناس مبتليه الابتلاء ده. لا ده ممكن نقعد نتكلم على 50 حلقه على الموضوع ده. 50 حلقه هنجيب بقى 50 حلقه من احنا عايزين نلم الموضوع ده في حلقه. لا ان شاء الله مش هنلم. مش هنلم ده بقى اكتر، اصل الموضوع منتشر جدا. احنا جايين هنا عشان نحل الازمات. طب انواع السحر عشان الوقت. احنا قلنا سحر التفريق، سحر التخيل، سحر المرض. ممكن سحر يعمل طبعا السحر ما يعملش من نفسه. ده واحد بيروح له هيدفع فلوس، انا فلان دوت عايز اعمل له سحر. طب عايز تعمل له ايه اللي مضايقك؟ ممكن يديله خيوط بقى يشتغل عليه. إيه اما بقى انت اللي نفسك فيه يعمله، او ده مضايقني جدا. وبرده كل ما يتعظم في الاجر بياخد فلوس اكتر. الا باذن الله يا شيخ. طبعاً يعني استحاله حتى لو بيعرف، حتى لو راجل من الدجالين ده بيعرف برده مش هيقدر يعمل حاجه الا باذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ ايمن بس عشان وقت البرنامج، بعض الشيوخ على 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 قناه ما يعني طلع قال ان في سحر بيتعمل اسمه منفوخ ماكول ومنفوخ مشروب، وقال كده بالنص على على قناه يعني من القنوات، قال ان لا ينفع معاه قران ولا ينفع معاه رقيه شرعيه، وده لازم يتعمل له كده زي لبخه كده او شويه حاجات اعشاب كده ويشربهم القران. نرد عليه بقى نقول له ايه ده بقى يا شيخ؟ ثم القران، القرآن ثم القرآن. يعني ايه ما ينفعش؟ قال لك ما ينفعش، قال لك الحاجات دي لازم تنزل من بطنه. من الذي ابتلى هذا الشخص؟ الله سبحانه وتعالى. السحر اللي عمل له سحر ده عمله بإذن مين؟ بإذن الله الدكتور بهمني غلط. هو كل شيء إلا بإذن الله. طبعاً. واحنا مش قلنا علم من علوم الله؟ أنزله طبعاً. لحكمة طبعاً. أنزله لحكمة، يبتلي فلان يبتلي آخر، وكله بأمر الله، ما فيش حاجة بتتم إلا بإذنه. وبعدين ما فيش حاجه اسمها سحر كبير على حد. حتى لو انت حافظ القران وانت افضل من سيدك النبي محمد. سيدك النبي محمد سحر. وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش بقى اصل انا حافظ قران او بصلي. لا ملهاش علاقه. الابتلاء ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هو ابتلاء. ما فيش حاجه، ما فيش حد كبير على البلاء. أيوة ابتلاء. فلازم كله بامر الله. ومش هيشفى الا بامر الله. ويكون عنده يقين داخلي. والقران ده قران من؟ ربنا سبحانه وتعالى. ازاي القران ما ياثرش عليه؟ هو قال كده. يقول مين ده؟ ده جاهل. هو قال كده. ازاي القران القران ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من من؟ من خشيه الله. قال لك ان في خلطه انا بعملها خلطة يعني عشان ياخد فلوس. ما اعرفش بقى الخلطه دي ممكن تكلفه 10. ما انا هقول لك بقى. احنا ان شاء الله باذنك انت يا رب ما هنخلي حد يروح للدجال ولا العراف ولا اي حد. والله بارك الله فيك يا شيخ. قال لك الخلطه ديت مثلا مكونه من شويه اعشاب هو بيعملهم خلط. ممكن الشويه الخلطه دول يكلفوه مثلا 20 جنيه، يروح يبيعهم ب 10,000 جنيه ويبقى صوت سهل وسمين بقى. طب قسما بالله في ناس بتاخد بال 100,000 و 150,000. معقول يا شيخ؟ اتعرض عليا كتير. لا والعياذ بالله. بعد ما بخلص الحاله عايز كام اعمل؟ مش الحمد لله احنا ما ديا لله يا عم. اللهم اعيشني مسكينا يعني. بتاخد ملايين من الحسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي ناس كتير بتقول لي مش هتنفع وحلقات على التلفزيون بفلوس حرام على فكره. اسال الله وربنا عارف احنا بفضل الله ابدا ما تكسبت من وراء الاشياء دي. انا قلت برضو للساده المشاهدين في الحلقه الماضيه، اي شيخ فعلا بجد يعني هيعالج بالقران والسنه وراجل سني ويتقي الله مش هيكلمك في اي فلوس اي اجر، هو واهب. بس في حاجه يا استاذ عليه حضرتك. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه رقوا سيد قبيله اعطى لهم هديه. ادالهم بعض من الغنم. فالصحابه قالوا اضربوا ليه بسهم. لكن لو في هديه مش مشكله الهديه. لكن ما تفرضش. وحتى لو عايز يديك مال انت ما تطلبش. ايوه صح. وبعدين انا حته الراقي، انا مش عايز اللي يقولوا بقى انا راقي قاعد متفرغ للرقي. لا شوف مشروع واشتغل. انت ربنا كرمك بقى بحالات وانت عالج. فانا مش عايزك تتفرغ حاجه اسمها ماشي يا عم في معالجين وكل شيء، بس حاول ان انت ما تتفرغش الموضوع ده. يبقى لازم عندك مهنه تتكسب. ايوه طبعا. ما هو لو تفرغ ليه يا شيخ ايمن ده هيشرط بقى على الناس. انا عايز 2000 ده في مبالغ بتدفع طائله يا شيخ ايمن، لان كميه الوجع والمرض ده. ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل شاب مسلم، وربنا يستر بنات المسلمين، وربنا يستر بنات الامه جميعا، وربنا يحفظ مصر يا رب من الاذى. ومن يراد بمصر سوء
ما هو السحر مش يعني بس. لا لا ما انا فاهم كل الدنيا. احنا دولتنا بقى وبلدنا يعني، عشان انا عارف ان الحاجات دي منتشره فيها كتير، وفي الفلاحين والصعيد والارياف بيطلبوا بقى مبالغ. عايزين نعرف الناس اللي عندهم قدرات من الشيوخ ولا بيعرفوا حاجه. والله انا اعرف ناس يعني انا اعرف ناس فقيره جدا يعملوا جمعيات، والجمعيات دي عشان تروح للشيخ فلان يشفي او والله الشافي. والله يا جماعه قبل الفرح باسبوع لازم نروح الشيخ. هو الشيخ مين ده؟ مش الشيخ ده دجال يا جدعان، ده ساحر. لازم اديله 200 جنيه عشان ما يربطنيش. 200 جنيه ده انت قديم قوي يا شيخ ايمن. قديم ايه ده؟ شيخ ايمن 200 جنيه قديم قوي يا شيخ. حاجه 2000 جنيه واعتبريهم وقعوا منك. ده بيقول بقى لا لا لا، ده في الارياف بقى ده في مشاكل الكلام ده. يقول له عايز ده كورين بط، وعايز مش عارف كام جوز حمام. والله والله العظيم بجد. وان ما تعشاش قبل العريس والعروسه تلوش. يوه يحصل ان شاء الله. هنخلي الناس كلها ما تقصش دي. وهتقول لي اعمل ايه؟ اقول لك هتعمل ايه، بس ان شاء الله احنا تابعونا في الحلقات. هيعرف كل واحد طول ما انت محصن نفسك بالاذكار. مستحيل لو اجتمعت كل قبائل الجن بابليس كبرهم. يا ريت يا شيخ ايمن. بفضل طول ما انت محصل نفسك بالذكر والقران. اوعى تقول لي القران ده كلام الله. عارف يعني كلام ربنا؟ مفيش حاجه اسمها انا بحصل نفسي بالذكر واقول اذكار الصباح والمساء وتقول لي هتاذي. انت بكده بتشك وبتشكك في قدره وعظمه الملك. اوعدنا بقى يا شيخ ايمن، تعلم الناس بقى يلجأوا بقى للقران والسنه ويحصنوا نفسهم ويرقوا نفسهم ان شاء الله باذن الله. احنا مش عايزين حد يلجأ لحد، طالما مسلم ومؤمن وموحد بالله ومحافظ على صلواته خلاص ما ممكن يرقي نفسه يعني. ايوه ما احنا بنقول دايما يرقي نفسه. عايزين بقى نعلم الناس كده يعني. دكتوره سريعا عشان ما فيش وقت، اي نصيحه كده للست المصريه اللي دايما مهووسه وعندها هوس كده بان الشيخ ده هيشفي او الدجال ده هيشفيها، تقولي لها ايه سريعا؟ اقول لها ما تروحيش لدجالين ولا مشايخ ولا نصابين، اكتفي بالقران وبالرقيه الشرعيه، لان انت كده بتاذي نفسك وبتاذي بيتك. فكفايه عليها ان هي تقرا قران وتصلي، ولما تكون حاسه بحاجه كده تلتجئ لاهل العلم والدين. بلاش الشيخ ايمن، بلاش الشيخ ايمن. اقول للمساجد، كل المساجد فيها ناس عندها علم ودين ودرسها في الازهر، تروح للناس دي ربنا يفتح عليها. طبعا في ناس كتير صالحين. الوقت عدى معاكم سريعا يعني، كان نفسي ان الوقت يطول. والله قعدتكم ممتعه ومفيده يعني. مش عارفه الاستاذ نصر يدينا شويه لا والله يعني. اعزائي المشاهدين، الى هنا وصلنا لنهايه حلقتي من برنامجكم ازمه اخلاق. واسمحوا لي اشكر الشيخ ايمن الداعي المصري، الداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري على وجودك معانا، ووعدنا نفتح الملف ده مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. موجودين معانا ان شاء الله. كما اشكر نتكلم عن هاروت وماروت. كما اشكر ايضا مدام سهير فاضل سيده الاعمال، كنت مشرفاني مدام سهير. اعزائي المشاهدين، ما زال الملف قدامكم مفتوح ان شاء الله، هنتكلم كتير وكتير في هذا الموضوع، محضر له كويس قوي. في نهايه حلقتي بتوجه بالشكر للساده المشاهدين في كل مكان عبر هذه القناه، قناة الصحة والجمال، هذه الشاشة الهادفة، هذه الشاشة المحترمة. وفي نهاية حلقتي بتوجه لكم بالشكر. في رعاية الله وأمني، وعلى أمل أن نلقاكم يوم الأحد القادم في 9 صباحا. انتظرونا مع برنامجكم أزمة أخلاق.